الناس اللي كيسولوا على حاروق فما عندكم من الشخافور اللي خدام عليها، ما غاديش تعطل بزاف غيكونوا هانين. اما بالنسبه للناس اللي كيدوروا على سكيلي با الجزء الثاني راه باقي شويه الوقت، راه سكيلي با ساعتين وصرف الليله حتى راه ما كملتش 20,000 مشاهده في مده 10 ايام. التفاعل فيها طايح بزاف، علما انه كيوصلوني مئات الميساجات في الانستغرام كملها كملها كملها. اوكي الحماس كاين، كلشي كاين، ولكن ما فيها بس بارطاجي. المهم هي غتاخذ شويه الوقت، ما غاتش نتعطل بزاف، ولكن تحركوا واحد شويه. هاد الايام راني عاطي الخدمه لاطاك وهاد القصص الاخرين اللي تلاحوا كلهم زوينين، حتى شي وحده فيهم ما ناقصه. الا جاتك ناقصه بزاف عرف بلي راه نتايا من النوع اللي كيدوز لواحد التيب ديال القصص هو اللي خاصو يسمع ديما. نوع واحد اخر كيخربق لي البارامتر، ما كيقدرش يفهم الاحداث ديالو ولا شي لعيبه بحال هكا، فهو بغى ستيل واحد وما يمكنش نديرو ستيل واحد. دابا حنا 100,000 في القناه، خاص كل واحد نديرو لي داكشي اللي كيعجبو، والاذواق كامله نحترموها. هادشي اللي عطى الله. يلا فرقع ديك جيمب وسير شي بلاصه مزيانه، دير كيتمان مزيانين، تكالما ليا مع راسك، ويلا بينا. اللي غادي يسمع هاد القصه غادي يقول غير كنكذب، ولكن انا غادي نعاود داكشي اللي وقع. واحد العشيه كنت داير انا وداري صحابين باتو مجموعين، كنا مولفين كل مره كندوزو الوقت بشي حاجه. ديك الليله جانا الملل من كلشي، ناض واحد صاحبي قال لك بلي شاف شي فيديو ديال دوك اللعيبات باش كتحضر الارواح ودير واحد التواصل مع داك العالم الاخر. انا ما كنتيقش بداك الخريف بمره وديما كنعتبرو غير خرافات وصافي. ما عليناش، بقينا كنتناقشوا في داكشي، وفي الاخر قلنا ندخلوا شي موقع ونشوفوا شي حاجه كتخلع مزيان وغنجربوها من هانيت نهرسوا داك الملل. قلبنا ولقينا واحد السيت فيه شي لعيبات بحال دوك التعويذات، واللي تقدر دير واحد الاتصال مع دوك الارواح اللي باقا معذبه وما لقاتش الطريق ديالها لعند الله. كنقراو داك الشرح وحنا كنموتوا بالضحك، جاب لنا الله شي حاجه نطلعوها عليها. بقينا كنقلبوا حتى لقينا واحد التعويذه اللي جاتنا على لقانا، قال لك الا بغيتي تستحضر الروح ديال البنت مات غير قريبه من البلاصه اللي انت فيها تقدر تحضرها. جاتنا الفكره زوينه وبعدا تخرج لنا شي روح كتهضر بالدارجه. المهم في دوك التعليمات قال لك خاصك ترسم شي لعيبه في ورقه ودير شي حروف، داكشي كان بسيط ودرناه بالزربه. وصلنا دابا لخاصنا نقولوا شي جمل باش يكمل الستون. ايوا هنا الضحك تسالى، راه كلشي كيقول تفليه، ولكن كل واحد كيقول مع راسو اجي الا مشيت قلتها وقعت شي حاجه شنو يوقع. كل واحد فينا الخوت بدا كيتردد، ولكن اتفقنا باش نديرو قرعه واللي جات فيه هو اللي غادي يقرا دوك الجمل. درنا ورقات وفيهم سمياتنا وما جات غير فيها. ما بغيتش نبين الخوف اللي عندي ومشكلة، انا ما داير في دماغي والو، ولكن كاينه واحد 5% ديال الا مشات تصدقات ووقعت شي حاجه. درت فيها شجاع وانا نشد ديك الورقه وكلشي سكت، حيت من القوانين ديال ديك اللعبه ولا هادشي اللي غيدار سكت. كلشي خصو يغمض عينيه من غير داك اللي كيقرا. بديت كنقرا دوك الجمل بلونجلي وكنشوف الدايا مغمضين وحابسين الضحكه وانا ما عالم بيا غير الله. غير ساليت داكشي هو يضرب واحد من صحابي قرعه مالاط، كلشي قفز من بلاصتو، ولكن كلشي دار فيها ما تخلع ما والو. من تما بقينا مطلعينها وكنقولوا فين كديك البنت، وخرجي وديري وفعلي وغنديرو ليك، وكنموتو بالضحك. انا كنت كنحس بشي حاجه ماشي حتى لي، وكنقول راه هادشي غير في دماغي، وما قدرتش نسول الدراري. تقصرنا مزيان وقلنا نمشيو الناسو، كل واحد شد بلاصتو في نفس البيت. بقينا مجمعين شويه، انا فوق ما كيسكتو كنجبد شي حاجه، بغيت غير نخليهم فايقين حيت ما كنتش مرتاح بمره، باغي غير يطلع الصباح. عييت ما نهضر شويه، بداو كيناسو واحد من مور الثاني. بقيت انا وصاحبي مروان كنهضرو، جا من بعد النعاس وقال لي تصبح على خير. انا قلت صافي نخرج داك الشيء من راسي والناس. كنت ديما الخوت كنتفرج في الافلام ديال الخوف وما كيحركو فيا حتى شي لعبه. غمضت عيني وبديت كنعس دقه دقه، شويه بديت كنحس بشي حاجه بحال اللي دازت مهدايا بحال شي ريح.
شي حاجه كتمشي وتجي قريبه عليا. انا راه حلفت ما نحل عينيا، كنحس بحال داكشي كيمشي ويجي وكل مره كيزيد يقرب كثر. ما كرهتش نغوت ونفيق الدراري، ولكن غادي يبقاو يضحكوا عليا حياتي كامله. شويه داكشي وقف وبديت كنحس بحال النفس ديال شي واحد حدا وجهي، غادي وكتزاد بحال الا باغيني غير نحل عينيا. انا تقاضى الصبر ديالي وقلت صافي نحل عينيا. غير حليتهم لقيت غير الظلام، وعرفت راسي غير كنتخيل. غمضت عينيا عاوتاني وداني النعاس. المهم من بعد فقنا وقلنا نخرجوا نفطروا مجموعين، وديك الساعه كل واحد يطلع لدارهم. انا نخوض داكشي ديال البارح ما بغاش يحيد ليا من بالي. فطرنا مجموعين وتفاقنا ومشيت لدارنا. دخلت دوشت تغديت وشديت التليفون وبديت كنهضر مع صاحبي. قلت اجي نعاود ليه على داكشي ديال البارح. بديت كندخلو شويه بشويه وقلت ليه خصنا نعاودو السون ديال البارح. قال لي لا 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 صاحبي، داك الضحك الباسل ما عندنا ما نديرو به. تما دخلني الشك وقلت ليه على مالك، وهو يبدا يعاود ليا باللي سمع شي حاجه كانت كتحرك في البيت في الوقيته اللي قال لي تصبح على خير. انا تما صافي خواو ليا ركابيه وما بقيت عارف شنو نقول، واش غير بغى يضحك معايا وطاح في نفس الحاجه ولا شنو. راسي بقى كيدور وفيه بزاف ديال الافكار، وكنقول علاش غير حس بشي حاجه في البيت. انا كنت مختلف عليه، حسيت بشي حاجه قريبه وكتمشي وتجي، علاش هو سمع غير دوك الخطاوي. من بعد ما قال لي صاحبي ديك الهضره ما بغيتش نعاود ليه داكشي، وقلت ليه غير غتكون تخيلتي باش حتى الا كان طلع عليا دغيا نسوسو. المشكل ديك الهضره بقات لاصقه ليا في راسي النهار كامل، ما عرفت ندير حتى شي حاجه في خاطري. دوزت النهار غير في الدار، وفي الليل قلت للناس باش نفيق شويه بكري، وغي حطيت راسي على المخده ورجع الفيلم ديال البارح كامل كيدور ليا في راسي. حاولت ننسى داكشي وبديت كنتقاتل باش الناس واحد شويه. داز شويه الوقت وبديت كنسمع نفس داك الصوت ديال شي واحد كيتمشى وبنفس الشكل ديال البارح. وليت كنحس بواحد النفس مجهده وكتجيني شان في نيفي لدرجه ما كنقدرش نتنفس بواحد الوقت. وفي نفس اللحظه قلبي بدا كيضرب بالجهد، بزاف ديال الافكار كانوا في راسي. الخلعه تريدي واش دماغي اللي كيلعب عليا ولا هادشي بصح. شويه كنحس بالمانطا ديالي تهزات ودخل واحد البرد حدايا. ما بقيتش كنحس بديك النفس ولا دوك المشيات، وبقيت مبنج في بلاصتي وما باغي لا نحل عينيا لا نتحرك. بديت كنحس بواحد السخونيه خطيره تخلطت عليا القرايه ديال القران مع الحديث الصحيح وحتى اللي ماشي صحيح. قلت صافي خصني نغوت ولا ندير شي حاجه، وراه نقدر نحل عينيا وما يكون والو ويكون غير دماغي اللي كيلعب بيا. يلا نويت نغوت، حسيت بحال شي حاجه خرجات من المنطه وضربت في الباب. انا تما عرفت شي حاجه بصح كاينه وخصني نعرف شنو هي. حاولت نفهم واحد شويه ولكن دماغي كان بلوكي. نط ديك الساعه وانا فيها المود ديال الخوف، شعلت البيسي ديالي وقلت ندخل لداك السيت نشوف ونزيد نقاش هاد العجب هذا. خشيت راسي فيه وبنادم شنو كيقول الخوت تما. دخلت للسيت ومشيت نيشان للبلاصه اللي فيها ديك اللعبه اللي كنا درنا. بديت كنقرا لي كومونتير ديال بنادم، ويا ريتني ما قريتش داك الشيء. بنادم كيعاود بلي داك الشيء ما فيش اللعب وما كيجيش كلشي في مره، ولكن كيبقى غادي وكيتزاد حتى ديك الروح كتقدر انها ترجع 100% للحياه اللي حنا فيها. انا مابقيتش عارف من ندير، المشكل بزاف منهم كيعاودوا لاصحابهم ومناش ولاو كيعانيو. تفكرت داك الضحك كامل وملي كنا كنقولوا العلم ما عمرو بين بلي هادشي ديال الارواح كاين، وبدينا كنلعبوا بهاد العجب الخوت حتى وليت هاجروا بوحدي. حاولت نقنع راسي بلي داكشي كله غير خرافات وخصني غير نخرج داكشي من راسي وما غادي يوقع والو. دوزت النهار ديالي بخير وما هضرت مع حتى شي واحد في الموضوع اللي واقع. ما جلستش في الدار هاد المره، بقيت على برا وكنحاول ندوز من حاجه لحاجه غير باش نشغل راسي. فاش رجعت للدار قلت مع راسي بلاصه من بات بوحدي في البيت نمشي عند شي واحد من صحابي نقدر نلقى الوناسه وصافي. عيطت على صاحبي وعلمتو بلي راني جاي، وفعلا رحب بيا. مشيت لعندو وصلت ودخلنا وجلسنا وبقينا شادين ستون كنحاول غير ندوز من هضره لهضره. المهم هو نخليه فايق، عييت معاه فعلا، ولكن صافي بدا كيناس في بلاصتو وقال لي بلي غادي يناس. انا قلت صافي نغمض عينيا. الحمد لله هاد المره حطيت راسي على المخده وانا نمشي، ولكن فاش فقت لقيت راسي حلمت بواحد الحلمه الله يحفظه صافي. بحال فاش كنت ناس جا شي واحد فيقني، هادشي كان في الحلمه. خرجت انا وياه لبرا وبدينا كنتساراو. انا كنت حفيان وما لابس حتى شي حاجه في رجليا.
بقينا كندورو وانا ما عارف شكون معايا، وفي واحد اللقطه بحال بغيت نسول شكون انت، وهي تجيني واحد الدقه في الجنب ديالي، وطحت في الارض وبديت كنغوت واحد الغوات في شكال. هادشي اللي بقيت عاقل عليه. نط الخوت من بلاصتي وانا كنقول غير منين جات على الاحلام راه هانيه. غير حيدت المانطا وانا نلقى رجليا كاملين موسخين. قلت شاد العجب عاود تاني، واش داكشي اللي دوزت في الحلم كان بصح؟ هزيت التريكو ديالي وانا نلقى ديك البلاصه اللي تضربت فيها مطراسيه وزرقاء. جاوني بزاف ديال الافكار، واش نقولها للوالد ديالي ولا غير لصحابي؟ صحابي اللي بديت معاهم هاد المصيبه هما يفكوها معايا. نط غسلت وفيقت صاحبي من الناس وهو ما فاهم والو. قلت لي فيق معايا راه مصيبه واقعه. ناض وبديت كنعاود ليه، وهاد الدري هو اللي قال لي بلي سمع داكشي كيتمشى في ديك الليله الاولى. شرحت لي كلشي وما بقى عارف ما يقول. خاف لا نكون مطلع عليه وبدا كيقول لي داكشي غير بساله، ويقول لي وريني ديك الضربه يلا. هزيت التريكو وريتها ليه، وفاش حقق فيها مزيان لقاها زرقاء بزاف، ومنين قرب بان لي بحال مكتوبه فيها شي حاجه. قالها ليا ولكن قال لي داكشي اللي مكتوب ما مفهومش، بحال شي حروف على شكل رمز وصعيب نفرق بيناتهم. عطيت شو تيليفوني وقلت ليه صورها. بقينا من بعد كنشوفوا بعضياتنا وما عارفين ما نديرو. انا دماغي فيه 100 حاجه في دقه واحده. قال لي نعيطوا على الدراري كاملين ونتلاقاو بالليل نشوفوا شي حل لهاد المصيبه. وفعلا مشيت لدارنا، قضيت شي لعيبات وانا مرفوع. تكيت في البيت غمضت عينيا ولكن ما وقعت حتى شي حاجه. فقت من بعد في الوقيته اللي داير مع الدراري باش نخرج. خرجت لاقيت معاهم، عاودنا لهم كلشي وشافوا حتى التصاور. اتفقنا نباتوا مجموعين ونجلسوا نقلبوا على شي حاجه نتعشاو بها، حيت البلاصه فين غنباتوا غير الدار ديال بات واحد من صحابي، ما فيها حتى شي حد، فيها غير الفراش، ما فيها لا ماكله لا والو. كل واحد فينا تحرك لدارهم خطف شي لعيبه باش يقصيها. وتلاقينا عاوتاني، تحركنا مجموعين، دخلنا للدار، جلسنا وكل واحد شد البيسي ولا التليفون ديالو، وبدينا كنقلبوا في دوك لي سيت ديال هادشي، وكيفاش تقدر تحيد هاد العجب هذا؟ هينا ما نقلبوا كنلقاو بنادم غير كيعاود شنو وقع، واللي لقى فينا شي واحد كيعاود كيقول لنا ناري اش وقع لهذا ولهادي، وانا في كل مره كنحس بحال كتكب عليا سطل ديال الماء متلج. داي كاملين باقيين واخدين كلشي ضحك، حتى واحد ما واخد هادشي بالمعقول، غير جاب ليهم الله باش ينشطوا ويدوزوا الوقت. ما حدنا كنقلبوا كنلقاو بزاف ديال الحاجات. شويه نقص اشرف وقال لنا دريري راه لقيت واحد اللعبه. تجمعنا كاملين وبدينا كنقراو. الخلاصه ديال داكشي هو انك خاصك دير واحد الطقس باش تحضر واحد روح واللي غادي يطلب منك شي حاجه، غادي خصك تحققها لها في مده 13 ساعه، ولا قدرتي تحققها لها غادي تقول لك طلب اللي بغيتي، وديك الساعه حنا نطلبوا منها انها تحيد علينا المصيبه اللي درناها. ولكن اللي دارنا في راسنا شنو هو النوع ديال الطلبات اللي غادي تقدر تطلب ديك الروح. تخوفت شويه ولكن هذا كان هو الحل اللي لقيناه. بغينا نديرو هادشي في داك الوقت، ولكن كان خاصنا شي حوايج بحال الكحول والشمع وشي لعيبات. اتفقنا نخليوها حتى الغدا ونديروها بكري باش يبقى لنا الوقت ونشوفوا الطلب ديال ديك الروح، ولا طلبات شي حاجه كتشرى نلقاو منين نشريوها. قيدنا داكشي وقلنا الناس واحد شويه. داي قالوا لي غير ناس ما كاين مناش تخاف، غدا نساليو هاد الحريره كامله، كل واحد فينا تلاح في بلاصه. بدينا كنهضروا مجمعين شويه بشويه وبداو كيناسوا واحد بواحد. انا الهم ديالي هو الناس قبل من اخر واحد فيهم. المهم نهزت وخليت جوج صحابي كيدويو شي شويه وحنا نسمعو شي روينه في الكوزينه. تقرقيب بزاف بحال كاينه شي مضاربه، كلشي فاق وحتى واحد فينا ما فاهم شي حاجه، واش شي واحد ولا شي مش. شفت لقيت الدراري كاملين كاينين حدايا، تما عرفت شي مصيبه هادي. كل واحد فينا هز شي حاجه في يدو وقلنا نشوفو داك التقرقيب اللي والو واش بغى يوقف. وقفنا مجموعين، جيت الباب غير حليناه واش هي شي واحد لجهتنا بتفصيل. ضرب في جهه الباب وطار علينا الجاج ديالو. رجعنا سدينا الباب بالزربه وكلشي تبدل اللون ديالو. وفي ديك الساعه سمعنا شي واحد كيضحك بشويه بحال الضحكه ديال شي بنت. واحد اللحظه شي حاجه ضربت في الباب وبقات بحال كترجع للور كتعاود تضرب كتدخل الباب. تما عرفنا كاملين باللي غادي ندوزو اكفس ليله في حياتنا كاملين. كاين اللي بدا كيقرا القران، كاين اللي بدا كيدمع. انا بقيت مصدوم وكنت عارف شي مصيبه غادي توقع ودماغي تبلوكا. شويه داكشي وقف، رجعنا كنسمعو عاوتاني التقاقيب في الكوزينه، وهاد المره كنسمعو بنت كتهضر وكتقول مشيت من هاد الدنيا مره وما عمرني نسمح فيها،
ما غاديش الخوت نقدر نوصف لكم الاحساس ديالي في ذاك الوقت. ما قدرتش حتى نفكر كي غتسالي ديك الليله. بقيت كنشوف في الدراري وكل واحد فيهم هز هم في شكل. فكرت مع راسي وقلت انا اللي قريت داكشي باش بدا هاد العجب النهار الاول، دونك هادشي جاي على ودي وانا اللي طلبته. قلت للدراري انا غادي نخرج بوحدي وغادي نهضر مع هادشي نشوف شنو غيوقع، واللي بغات تكون تكون. داي كاملين ما وافقوش، قالوا لي غير خلينا مجموعين، خلينا مجموعين هنايا دابا يوقف داكشي ونخرجوا في حالاتنا. غير قلت لهم واخا وحنا نحسوا بالدار كامله كتحرك غير شويه وهي توقف. حنا كنا تلاصقنا في قنت واحد ديال البيت، شويه الباب تحل واخا كنا سادينو بالساروت، وهي تبان لينا واحد البنت لابسه كلشي كحل، كيبان وجهها بيض بزاف وفيها بزاف ديال الكدمات ديال الضرب. كلشي بدا كيقرا القران وكل واحد وشنو كيقرا. واحد الدري صاحبي هز واحد القرعه حداه ويشير بها. ديك القرعه كانت غاديه لختنا ولكن وقفات في السما، وداك صاحبي بدا كيتخنق غير بوحدو كيتركل بحال شي واحد كيقش فيه. عرفنا بلي ديك ختنا هي اللي شداته. انا بديت كنطلب فيها وكنقولها غير طلقي منه نديرو اللي بغيتي، عييت من هضره شويه. صاحبي مابقاش كيتخنق وهي تقول لي غادي نخرجوا كاملين، بغيتك تبقى هنا بوحدك، وشيرات بصبع عليا. قلت للدراري غير خرجوا خليوني حتى الا جات الدقه اللهم فيا بوحدي بلا ما نمشيو فيها كاملين. صحابي ما بغاوش، واحد فيهم قال لي والله الا خرجنا من هنايا نموتوا كاملين يا نبقاو كاملين. في ديك الساعه جات واحد الصرفقه حتى طاح في الارض. تما الدراري كاملين عرفوا القضيه ماشي ضحك، قلت لهم غير هزوه وخرجوا انا غادي نحاول نفاري هادشي. مشاو فعلا خارجين وخوات لهم الطريق وهي غير كتشوف فيهم محيداش عينيها عليا. خرجوا الدراري صحابي وهي تضرب الباب من موراهم. في نفس الوقت ديك البنت تبدلت في مره ولات زوينه وما فيها لا ضربه لا حتى شي حاجه. جات كتقرب حدايا وقالت لي ما تخافش انا ما كنت باغي ندير حتى شي حاجه من هادشي، ولكن ما كانش خاصك تمشي تقلب كيفاش تحيدني، وحتى الا حاولتي راه صعيب دير داك الشرط اللي غادي يجيك. انا جيت على ودك وباغي ندير اي حاجه بغيتيها. انا الخوت ما فهمت والو، بقيت غير كنشوف فيها ما عرفت ما نقول، وليت مصدوم. بداو بزاف ديال الافكار كيطيحوا عليا، واش نمشي معاه في داكشي اللي قالت ونربح حياتي ولا ندير فيها ماشي ساهل ونقولها ما بغيتش. في ديك جوج ثواني فكرت في 100 سيناريو، وهي تقول لي ها اش بان لك؟ راه حياتك غادي تبدل كامله، يلا جاوب. قلت لها ما عنديش مشكل، ولكن كيفاش غادا تكون هاد القضيه ديال النتيجه هي على ودي؟ واش غير فاش نحتاج شي حاجه غنطلبها ولا شنو قصدتي؟ قالت لي انا ما جاياش باش نحقق لك الطلبات ديالك، غادي تكون لي بوحدي وما عمرك غادي تكون مع وحده ثانيه، واللي حاولتي تقرب لها غادي نصفيها لها. قلت مع راسي هذه مصيبه كبيره. وليت الخوت بحال داك الحمار اللي دخل الغابه وشدوه السبوعه، دقه فيا فيا وما كانش عندي الاختيار. اختنا غير دارت معايا الصواب. قلت لها صافي اللي بان لك، ولكن خليني نمشي في حالي دابا، راه باقي ما قادرش نستوعب شنو واقع. قالت لي صافي، ولكن لا فكرتي تبدل هضرتك غتندم بزاف. قلت لها واخا واخا صافي. خرجت ولقيت الداي كاملين كيتسناو، وجاتهم عجب دغيا تبعتهم. قالوا لي كي درتي ليها؟ كنت مرفوع على الخوت وكنقول اش هاد الحصله وحلت فيها، حتى من حياتي تعونات منين جبت هاد الصداع هذا. قلت لهم غير يلاه حتى من بعد نقول لكم كل شيء، بغيت نمشي غير للدار والناس نرتاح ومن بعد نفكر في المصيبه كامله. قلبت في جيبي، بغيت باش نشد الطاكسي وما لقيتش في جيبي حتى شي ريال، وانا نقول لواحد من الدراري يعطيني فلوس باش نركب. خديت 10 دراهم وغير بغيت نديرها في جيبي ونحس بشي حاجه فيه، كنجبد كنلقى 200 درهم. بالزربه اوتوماتيكمون شكيت بلي هي اللي دارتها تما. جبدتها وشافوها الدراري حساب ليهم بلي كنتفلى عليهم. قلت لهم راه غير نسيت بلي عندي الفلوس وما قلبتش مزيان. ما جاوبت حتى شي واحد فيهم الاسئله ديالو. وقفت اول طاكسي وركبت، وغير وصلت للدار تلاحيت في بلاصتي. ناس ناسه وحده، ما ضربتني الفقه حتى حسيت بواحد النفس قدام وجهي سخونه. غير حليت عينيا لقيت الوجه ديالها قدامي وكتبسم. قفزت من بلاصتي وقلت لها شو بغيتي عندي؟ قالت لي ياك ما رجعتي في هضرتك. وانا نتوقد الخوت. قلت لها لا لا، ولكن هاد نشوفك على غفله راه ما ساهلاش. قالت لي صافي واخا يلا نوض تفطر. وقفت ولقيت واحد الطابله عامره باي حاجه كنت نقدر نفكر فيها. قالت لي بغيتي شي حاجه غير طلب. انا ما عرفتش الخوت ديك الماكله واش بصح ولا غير شي تخربيق ديالهم. قلت ندوق ولقيت داكشي عادي،
لانني فكرت تكون بغات دير ليا شي حاجه خايبه كانت ديرها في اي لقطه ماشي حتى ناكل. كملت الماكله ديالي وانا نعاود نرجع لبلاصتي. جات حدايا وجلسات بدات كتقول لي نوض بارك عليك. شفتها عاشت الضوء وانا باقي بحال غير كنحلم. كنفكر كي غندير تنتفك من هاد المصيبه. هزيت تليفون ولقيت بزاف ديال لي ميساج من عند الدراري. هضرت مع مروان وقلت ليه خصنا نتقداو دوك اللعيبات اللي خاصين باش نديرو داك البلان ونشوفوا الشرط ديال داك العجب كي غادي يكون. درت معاه العشيه نتلاقاو مجموعين ونتناقشوا في هاد الشيء. وديما كنفكر واش غادي يتعيق باللي كندير هاد البلان ولا لا، ويلا عاقد شنو غدير. وصلت العشيه خطنا النهار كله هي في البيت ما تحركاتش كاع غير متبعاني بعينيها. انا كل مره نهز عيني وخايف نشوف فيها وتعيق بيا، ولكن غير نشوف فيها كتبدا تبسم وتقول يا مالك خايف، وانا مع راسي كنقول يا ربي اش درت حتى طحت في هاد المصيبه. وصلت العشيه ولبست حوايجي وتميت خارج. دارت وانا لقاها تابعاني. قلت لها اش كديري؟ غير يشوفك بنادم. قالت لي لا ما تخافش كتشوفني غير انت. قلت لها هذا راه المرض فين ما مشيت تكوني تابعاني. زعمت الخوت في الضله وهي تقول لي صافي سير ما غاديش نتبعك، ولكن ما تنساش هضرتي. وهي تبدا كتضحك. خرجت وتلاقيت بالدراري وعاودت لهم كل شيء اللي واقع. كاين اللي فهم باللي القضيه حامضه وكاين اللي قال لي سعداتك. انا بقيت غير كنشوف عندهم تطلع والضحك. وهما يلاه دازت على امهم البارح، وكل ما زعمتش نهضر معاك وراه مات شي واحد فيهم تما. قلت لهم بركه متفليه. شنو المسائل اللي خاصينا وجدوا ريوسكم غادي نديروا داك الحل ونحاولوا نديروا الطلب اللي غادي يجينا، وغدا نتلاقوا في الصباح باش يبقى لينا الوقت. مزيانه اتفقنا الخوت شكون يشري داك الشيء، وبقينا جالسين شادين واحد الماتش وانا كنفكر واش غتكون عايقه بهذا الشيء اللي كنديروا وشنو غيوقع الى عرفات. سال الماتش وتحركت للدار. دخلت وانا لقاه قدامي وفي نفس الوقت خويا كيهضر معايا وانا ما عرفتش واش كيشوفها ولا لا. هي غير كتضحك بواحد الشكل اللي غريب. خليت خويا ودخلت لبيتي باش نبدل حوايجي وهي غير تابعاني. كنقول غير انت نتفك من هاد المصيبه اللي طحت فيها. عيطوا لي الدار باش نهبط نتعشى وهي تقول لي لا غادي تبقى ناكل انا وياك. العشيه كامله خرجتي ودابا غادي تجلس ولا ما غيعجبك حال؟ وهي ضحكت يعني. انا كنقول دوماج كون كان عندي الجهد ليك كنت فاهمنا مزيان. قلت لمالي الدار راني معشي على برا وجلست وهي دير نفس السون ديال الصباح. طب لا عمرات اي حاجه نقدر نتشهاها موجوده. وقالت لي الا بغيتي شي حاجه غير طلب. بديت كناكل وقلت لها واش انت ما كتاكليش؟ قالت لي كناكل غير بغيت نخليك تاكل فراحتك، الا كليت قدامك ما غاديش تقدر تكمل. قلت لها هانيه ما عندي حتى شي مشكل. انا الخوت غير ضغني راسي بغيت نعرف اش كتاكل. شويه وهي تجبد شي حاجه ما عمرني شفتها، داكشي بحال الزفت كحل وكيتجبد وكتهز بيديها وكتاكل. سولتها اش داكشي وقالت لي سميتو نسوخ. انا ما عمرني سمعت هادشي. قلت لها اوكي. كملت ماكلتي ومشيت غسلت سناني وانا نرجع للناس، باغي غير يدوز الوقت باش نفيق غدا. جات حدايا وقالت لي بغيت نعاود لك على القصه ديالي فاش كنت عايشه. قلت لها من بعد من بعد راه فيا النعاس. بقات كتقول لي عافاك. قلت لها وما تصدعينيش. بديت كنزعم غير قلتها وانا نلقى راسي بديت كنرعف وهي تقول لي قلت لك عرف شنو كدير كنتعامل معاك مزيان وخليتك براحتك قبيله، ايوا دابا جلست تسمع بخاطرك ولا بزز. انا عرفت بلي عيقت وزعمت بزاف. فقت وبدات كتعاود وفوق ما يجيني الناس كتحركني حتى وصلت ديك الربعه هي تقول لي صافي نعس بركه. انا في ديك الساعه غمضت عينيا وكنقول غير الله يخرج غدا بخير. ناس فعلا وصل الوقت صون التليفون وانا نوض. غسلت وجهي لبست وتميت خارج. قالت لي واش ما تفطرش؟ قلت لها لا مزروب. تما تخرج وانا نقول لها البارح كامل كنسمع عليك ودابا خليني عليك شويه. بالليل وكملي لي داكشي اللي كنتي كتعاودي. يلا بسلامه. بقيت غير ساكته وانا خرجت من الدار وكنقول ان شاء الله غادي نتهنى منها هاد النهار هذا. تلاقيت بالدراري ولقيت صاحبي المهدي شرا داكشي كامل وتحركنا للدار ديال بات صاحبنا الاخر. الدار اللي كانت خاويه. دخلنا وجدنا كل شيء ورسمنا داكشي اللي خاص يترسم. وقفنا كاملين وبدينا كنقراو شي لعيبات. حنا كنقراو والدار كامله كتحرك. هو يخرج واحد خونا كان كبير بزاف خرج من الارض. كان كله لابس الكحل. كان كله لابس بحال شي رداء كحل حتى وجهو ما كيبانش. قال لنا عندكم طلب واحد وكيف ما كان، ولكن خاصكم ديروا الطلب ديالي. قلنا ليه كاملين واخا وما كناش خايفين. ويقول لنا باقي ما ساليتش منين جبتوني ولا خاصكم تكملوا معايا هذا الاتفاق.
ولا غادي يموت واحد فيكم. هنا كلشي بدا كيقفقف. هو يقول ليه مروان واش ما نقدروش صافي نحيدوا هاد الشيء؟ ويجاوبوا هذا قال لي لا خاص هاد الشيء يوقع. ومن دابا اختاريتك انت هضر على صاحبي مروان ونعت فيه. كنا مصدومين كاملين. هو يقول لنا هذاك كاينين واحد الفقهاء باغين يجبدوا واحد الكنز ديال واحد الجن في ايمن تانوت وناويين يديروها غدا بالليل. خاصكم توقفوهم وانتم تجبدوا داك الكنز، ولكن منكم داكشي اللي غتلقاه وغير تجبدوه غادي نجي نديه وديك الساعه نحقق لكم شنو بغيتو. قلنا ليها ولكن داكشي ما كنعرفوش ليه، وديك 13 ساعه ما كافياش. قال لنا شكون قال لكم 13 ساعه؟ قلنا ليه غلقيناها مكتوبه. بدا كيضحك بالجهد ويقول لنا انا كنعرف الطلب ديالي الدار، الا ما كملتوش غادي نقتل واحد فيكم. غبر داك المخلوق وخلي لنا واحد الوريقه في بلاصتو. طلينا عليها كانت بحال الخريطه ومكتوب فيها عندكم 3 ايام ماشي 13 ساعه. دابا ولينا جوج ديال الناس واحلين في هاد المصيبه. من بعد ما كنت انا بوحدي ولا دابا صاحبي مروان هو في مشكل كبار، والسبب في هادشي كله جا من الضحك في داك النهار الاول. جلسنا كاملين في الارض وكل واحد فينا كيشوف في الاخر. انا مروان مهدي خوه واشرف ومحسين كلشي طايح عليه الضيم. دازت واحد نص ساعه وكلشي ساكت. كانت ديك التسعود هكاك نطو قلت لهم الدراري نوضو نفكو هاد المصيبه ونشوفو اللي عاوننا في هاد الحريره. كنت كنعرف الخوت واحد الدري عزيز عليه داكشي ديال الفقهاء والجنون وتخرج الكنوز. كيضل النهار كامل يعاود ليا وكنبقى غير مطلع عليه. عيطت ليه وقلت ليه بغيت نشوفك ضروري. كانت سميتو خالد كنعيطو ليه غير الصم، حتى واحد ما عرفش كتعني، ولكن جات معاه وصافي. ما كملاتش نص ساعه كان عندنا، شرحنا ليه البلان كامل والسيد نشط وفرح. حنا هازين الهم وهو قال لك انه الحلم ديالو هو يجبد شي كنز. ما كرهتش النوط ونبدا عليه غير بالعصا، ولكن هو اللي غادي يفكها. سولنا واش كيعرف شي فقيه اللي عاوننا في هاد الشيء وخاص الفقيه يكون اليوم واجد باش نتحركوا. قال لنا واخا كنعرفوا واحد نسولو بعدا ونرد عليكم، ولكن الخلاص ديالو شنو هو؟ قلت لي شوف طمعوا وقول لي داكشي اللي نجبدو عنده فيه النص وحنا نوريوه البلاصه. دونك قسم بيناتنا هادشي اللي قلنا لصاحبنا وحنا عارفين ما عندنا والو من هادشي. قال لنا واخا، اما دابا فخصنا نسولو على المركوب من كازا ولا كيفاش نديرو لهاد الزمر. انا كانوا عندي شي فلوس مشيت جبدتهم بالخف، وكل واحد من الدراري يدبر في اللي يقدر عليه. عيطت لاشرف وقلت ليه باللي احسن حاجه نكريو طوموبيله ونتحركوا بها احسن، راه غادي تهزنا بسا ونوصلوا بالزربه. قال لي غادي يتكلف بهاد اللعيبه هادي. مشيت انا كنعاود نسول صاحبنا الصم فين وصل في التقلب على الفقيه والبلان ديالو. عيطت ليه وقال لي راه دبر في النمره ديال واحد من ايمن تانوت على شي فقيه تما، دونك الا كان موجود غيتسنانا تما وغيوجد كلشي. خديت النمره وصونيت على داك الفقيه، هضرت معاه وقلت لي حنا عندنا البلاصه ديال واحد الكنز وبغينا نجبدوه، ولا صدقات نقسموا كلشي، لا ما صدقاتش انا نخلص لك التعب ديالك. قال لي صافي مرحبا بكم جيو. قلت لي حنا هاد الليله نكونوا عندك، غادي نباتوا تما وديك الساعه شرح لينا كلشي وغدا نقضيو الغراض. المشكل الكبير الخوت هو كيفاش نقدر نمشي وندير هادشي كامل بلا ما تعيق ديك ختنا. الا عرفت شنو كندير غيتضرب ليا كلشي في الزيرو. رجعت للدار باش نعلمهم بلي غادي نسافر مع الدراري. فاش وصلت ودخلت لبيتي شفتها كانت جالسه فوق منا موسيا. جبت واحد الصويك صغير درت فيه شي حويجات، هي تسولني قالت ليها اش كدير؟ جاتني 100 كذبه ولكن لما تيقاتنيش غنمشي فيها، داكشي علاش خاصني ندير الحيله. مشيت قربت حداها حيت بديت كنزعم وفهمت بلي ما غادياش تاديني. قلت لها بلي كنت داير مع الدراري صحابي نسافرو وما جاتش نخوي بيهم. قالت لي صافي نمشي معاك وراه ما كيشوفني حتى شي واحد، وبغيت ندوز معاك وقت كثر باش نتعارفوا. وتما قالت لي واحد الحاجه اللي صدمتني بالجهد. قالت لي بلي الا قبلت انني نتزوجها غادي تقدر ترجع للعالم ديالنا وتولي بنادم بحالنا، وما عمري خصني معاها شي خير. تما فهمت علاش كتعامل معايا مزيان. لقيت هذه هي الفرصه باش ندير السبه. قلت لها غادي نطلب منك حاجه واحده، انا داير مع الدراري نسافروا مجموعين وما بغيتش هاد الخرجه تخسر ولا يوقع فيها شي بلان. غادي نمشي راه عندي غير يومين، فاش غنرجع كنوعدك بلي غادي ندوز معاك وقت كثر ونحاولوا نلقاو حل ونتزوجوا كاع. حسيت بها تاقت بهضرتي، طلبت منها تثيق فيا وتبقى هنا في الدار وما دير حتى شي حاجه. قبلات
وتماك بحال حيدت واحد شويه من هذا الهم. كل واحد فينا حنا الدراري داير صبال دارهم وشدينا الطريق بالسبينه، غادي كنا ساكتين ما كاينش اللي كيهضر من غير الصم، اللي غادي ناشط تقول غادي يدير شي انجاز. وكيعاود لينا على واحد النهار واحد الفقيه دار ودار واحد الجن دار الهادي ودار الهذا، والله كل ما كنا محتاجينه حتى نحطه في الطريق ونكمله، ولكن هو اللي عنده مع هاد الهيت هذا. درنا ديك سبعه ديال السوايع في الطريق بالوقوف وكل شيء. من بعد عيطنا لذاك خونا قال لنا راه عنده شي غارات نتسناو شويه، وقال لنا راه موجد لنا فين نباتوا وكل شيء، واحد الساعه نكون عندكم. بقينا جالسين الساعه الاولى الثانيه الثالثه، خونا ما بانش، كان صوني والتليفون طافي، مصيبه هادي. وصلت يمكن ديك العشرة ديال الليل وعاد فيب عليا وقطع جلد هاد خونا هذا. صونيت ليه وقال لي راه جاي دابا وغيوقع ليه شي مشكل. دازت 10 ديال الدقائق ويبان عندنا مغبر وحالته حاله. قال لنا بلي كان كيوجد شي حاجه على ود البلان اللي عندنا غدا، ما جاوبناش. قال لنا يلا ومعايا للدار غتباتوا عندي ونتعشاو مجموعين. مشينا مع السيد فعلا، وصلنا لدارو دخلنا ليها وجلسنا وبدينا كندويو شويه معاه، ولكن ما نفعنا غير الصم ما كيسكتش، وبحال لقى فينا يمارس الهوايه ديالو. شويه تحط العشاء وقال لنا يلا كولو غنفيقو بكري، خصنا نوجدو بزاف ديال الحوايج وغنكملو، خاصكم تقولوا لي على البلاصه اللي فيها داك الشيء. حنا لدابا الخوت باقي ما قلناش ليه باللي راه كاين اللي باغي يجبد نفس الكنز ونقدروا نتلاقاو معاهم وتولي شي مشكله، حيت الا قلتو هذاك الجن اللي كان خرج لينا قال باللي شي فقهاء بغاو يجبدوا داك الكنز، وبغانا حنا نجبدوه قبل منهم ولا نمنعوهم باش يجي هو ياخذو من عندنا. هي هاديك كلينا داك الشيء اللي قسم الله، واخا ما كان منين يدوس. سالينا هو يجي يجلس حدايا داك الفقيه وقال لي فين جات البلاصه اللي باغي نتحفروا فيها. جبت ديك الخريطه اللي خلى لينا داك الجن، هو يتصدم، ما تقول السيد غير شاف شي عجب، تصدم في مره. بقينا كنتسناوه يدوي والو، شويه ويقول لي منين جبتي هاد الشيء. قلت لي باع عليا واحد خونا ولكن راه ثقه، بقى كيشوفه بحال ما تاقش فيا. قال لي صافي صافي غدا مع الساعه غادي نفيقوا نفطروا باش نخرجوا نوجدوا داك الشيء اللي خاصنا. انا بقى ضارني راسي وشكيت في هاد خونا مزيان، فكرت بلي خاصني ندير شي بلان كاحتياط ديالنا. كان حدايا مروان حركته وقلت ليه هاد خونا ماشي تليه. قال لي راه داك الشيء اللي بان ليا خصنا نشوفوا شنو تحت من راسو. قلت لمروان عرفتي شنو، ما غنمشيوش كاملين، اشرف ومحسن غيديروا شي سبب اللي خاصهم يرجعوا ضروري، وغادي نبقاو غير انا وياك ومهدي والصم، ولكن ما غاديش يمشيو، غادي يبقاو قراب وتابعيننا الا وقعت شي حاجه. هي هذيك كتبت ميساج لداي كاملين وشرحت لهم السون. ناسنا وفقنا الصباح غير فطرنا ويهضر محسن قال لنا الدراري خصني نرجع، وقعت شي حاجه في الدار ما هياش، خصني نكون اليوم في كازا. قال لي اشرف وما ترجعش بوحدك بعدا، انا نتحرك معاك، الدراري غادي يتكلفوا بهذا الشيء ورفقي غادي يعاون في كل شيء. قلنا لي هانيه يلا نوصلكم للمحطه ونمشيو باش نوجدوا داك الشيء اللي خاصنا. داك الفقيه غير كيشوف فينا والملامح ديالو مبدله ماشي بحال البارح. خرجنا باش زعما نوصلوا الدراري ونرجعوا باش نتحركوا مع الفقيه. وصلناهم ورجعنا دقينا في الباب ما جاوب حد، والباب كان محلول، مهم مردود. دفعنا ودخلنا وجلسنا في الصالون، جاني العطش وقلت اجي نشرب، وانا غادي سمعت شي واحد كيهضر وكيغوت. مشيت كنطل من الشارجم كيبان لي داك خونا الفقيه هز البورطابل وكيدوي في الجاردة لله. شويه وانا نسمعو كيقول واش ما بغيتيش تفهم بنادم، راه الخريطه اللي عندهم البلاصه معلمه فيها مزيان، راه حسان من ديك تما غير اللي كنا غادي نضربو، وحنا كنا غير كنخربقو، هذا كنز وجابو لنا الله بين يدينا. سمعتو وتصدمت وما بقيت عارف من ندير، واش ننزل نشنق عليه ولا نجري نقولها للدراري. باش ما يعيقش بيا رجعت بالخف عند الدراري وما قلت لهم حتى شي حاجه. شويه جا داك الفقيه وشافنا وهو يتصدم، قلنا ليه سمح لينا دقينا وما جاوب حد، ولقينا الباب محلول ودخلنا. قال لنا هانيه هانيه راك تداوي في التليفون باش نوجدوا داك الشيء اللي خاص، يلا دابا نجيو ندويو في المعقول، غادي يمشيو كاملين من بعد العشاء وخاصكم ترجلوا، اللي غادي يتخلع يبقى هنايا، ولكن راه محتاجين كل واحد فيكم. ها غالي انت ديك الخريطه اللي عندك نعاودو نشوفو البلاصه. جبدتها وعاود قلبها مزيان، قال لنا وصافي انا غتكلفت بكل شيء وداك الشيء اللي خاص كامل راه واجد، نصليو العشاء مجموعين وغنتحركو، وما تنساوش
غتغداو معايا. هي هذيك خرجنا باش نجليو الوقت وانا نجر مروان وعاودت ليه كلشي اللي سمعت. فكرنا بلي راه يمكن هاد خوتنا هما اللي قال لنا داك الجن باغين يجبدوا نفس الكنز، ومن زهرنا طحنا فيهم. شو على زهر، هيطنا على محسن واشرف وقلنا لهم بلي غادي نتحركوا من بعد العشاء ويكونوا واجدين باش يتبعونا وبلا ما يبانوا، ولا مشى حتى صونا لهم شي واحد فينا يحضروا بالخف. وقلنا لهم الا ما كانش الريزو ولا شي مشكل غادي نضربوا بالبيل ديال التليفون جوج ديال المرات زعما الفلاش. بقينا من حاجه لحاجه، تغدينا عند السيد وناسنا شويه. داز الوقت وقربت الوقيته، جا الفقيه وقال لنا ويلا نصليو في الجامع ومن تم غادي نتحركوا مع الفقيه ديال الجامع راه معانا. سكتنا ومشينا مع السيد، صلينا وبدا الجامع كيخوى. بقينا جالسين ويجي الفقيه ديال الجامع ومع واحد جوج كوسطو، اش من كوسطو ترى في صلاه بزاف. قال لنا ذاك الفقيه شوفوا راه هادشي ماشي لعب، راه خصكم كاملين ترجلوا واللي وقعت بلا ما تناقشوها معانا، في الاخر نساليو وغادي تقسم داكشي وكل واحد يشد الطريق ديالو. قلنا كاملين واخا ومشينا ركبنا في الطوموبيلات. بقينا تابعين دوك خوتنا وهما سابقيننا. خرجنا على الطريق وشدينا غير واحد البيست ما فيها ما يتشاف. وصلنا لواحد البلاصه فيها غير الخلا والقيفار وهما يوقفوا. نزلنا حتى حنا وجا عندنا واحد منهم قال لنا غنكملوا على رجلينا. قلنا ليه صافي سير على الله. يلا انا خارج من الطوموبيله بان لي حلوا الكوفر، وهما يجبدوا واحد الخنشه هزها واحد فيهم في ظهره والاخر هز شي بالات وفاس. ديك الساعه كانت شي 10 ديال الليل. بقينا غاديين وسط من داك الخلا وما كتسمع الحس لحتى شي واحد في ديك البلاصه. يقول لك شي واحد والله ما يسيق لك شي واحد خور الخبار. وحنا غاديين جا لعندي المهدي صاحبي قال لي هذيك الخنشه فيها شي حاجه كتحرك صاحبي. صدمني، قلت لي شنو زعما غتكون شي حاجه للذبيح؟ عرفتي شنو نسى. صيفط ميساج لاشرف سولتو فينهم قال لي احنا من موراكم من بعيد. لدابا الخوت كلشي غادي مزيان. وصلت ديك 12 ويقول لنا الفقيه وصافي وقفوا هنايا راه وصلنا لديك البلاصه. البلاصه الخوت كان قريب ليها واحد البير وباينه فيه قديم. حط خونا ديك الخنشه ويحلها ويبان لنا واحد الدري صغير. كلشي تصدم وقلنا ليه شاد الزمر جايب؟ قال لنا هذا زهري وغادي يحتاجوه ضروري. قلت ليه حبس هاد البساله هادي، واش باغي تخرج علينا؟ هادشي ما اتفقناش عليه. قال لنا الفقيه واش نتوما مراد عوالين نجيو نحفروا ونمشيو ناشطين ترجلوه؟ قلت ليه هادشي والله ما غيكمل، واش باغي تقتلوا دري صغير بالناقص من هادشي كامل؟ صم مشى لجهه الدري الصغير وبغى يفك ليه الكورده ويضربوا داك خونا لراسو بديك الباله. طاح السيد في بلاصو، تصدمت ومبقيت عارف من دير. ويقول لنا داك الفقيه غترجلوا ولا والله ما يخرج واحد فيكم حي من هنا. مشيت لجهه الصم قلبت لقيته ما مجروح ما والو غير غيب. بقيت كنفيق فيه، كبيت عليه شويه ديال الماء بدا كيحل عينيه. انا عاد رجعت فيا الروح، ولكن الصم ما كانش قادر يوقف بقوه الضربه اللي جاتو. دابا شهاد المصيبه واش صافي داك الولد الصغير مشخلة ولا نشوفو كينديرو؟ الا عيط للدراري باش يجيو واش غينفعو بشي حاجه ولا غير غادي نكفنهم؟ ما بقيتش عرفت ما ندير. كنشوف شي حوايج ما عمرني كنت نفكر نوصل ليهم، هاني دابا واحد الوسط منهم. قلنا للفقيه صافي غير توكل على الله وبدا خدمتك. علم واحد البلاصه وجلسوا دوك الفقهاء بجوج كيقراو في القران شي نص ساعه وحنا هكاك. كنتسنى غير شي فرصه، ولكن المشكل واش نضحيو بالولد الصغير على ود نبقاو حنا حيين ولا نحبسوا هاد الشيء؟ وفين ما خرجت تخرج وخا يتضرب لينا داك الشيء في الزيرو، المهم داك الولد الصغير ميتأداش. غير هو خصني نفكر بلي تضرب هاد الشيء في الزيرو صاحبي مروان غيمشي فيها من عند داك الجن وانا غنبقى واحد في خدنا. صعيب تختار بين حياه ديال جوج ديال الناس واخا تكون ما كتعرفش شي واحد، فراه كيكون صراع بين الانسانيه ديالك وغريزه البقاء. انك توازن بين هاد الجوج ديال الحاجات ما كانش اختيار في هاد الحاله هادي. شفت في صاحبي اللي يقدر يموت من عند داك الجن، لقيت الملامح ديال وجهه تجمدات. كتشوف كيفاش الدنيا قادره تقلب 180 دوغري في وقت صغير. ومن الضحك وشده نستون هجرناه ديال بصح. باقي لدابا ما حاملش راسي على القرار اللي خديت، ولكن ما عمرني كنت نقدر نعيش وانا عارف بلي كنت نقدر نعتق صاحبي مروان وما درت والو. شنو غنقول لعائلته؟ كيفاش غادي نقدر نواجههم من بعد وانا كنشوف بلي كنت السبب في الموت ديال ولدهم؟ تما خديت القرار ديالي. هزيت واحد الفاس كان محطوط في الارض وما حسيتش براسي حتى بديت كنحفر مع دوك الجوج اللي جاوا مع الفقيه. بقيت كنحفر بحال شي واحد جاهل حتى عييت. يمكن كنت كنخوي العصاب اللي كان فيها. وقفت وانا نجلس تكيت على واحد الشجره وانا نسول الفقيه.
قلت لي شنو غيوقع دابا؟ قال لي غنحفروا حتى نوصلوا للكنز، ولكن وحنا كنجبدوا الصندوق خاص نضحيو بالدغي الصغير وندبحوه فوق منه ونلوحوه من بعد في الحفره. راه ما يمكنش تاخذ شي حاجه ديال شي جين بلا ما تعوضه. نطق مروان وقال ليه شنو غادي يوقع الا ما عطيناش شي حاجه بلاصه الكنز؟ قال لي الفقيه ديك الساعه الجن غادي ياخذ حقه بيديه وما نقدر نضمن لا حياتي ولا حياتكم. بقاو دوك الجوج اللي جاوا مع الفقيه كيحفروا وتقول واش عياو. خوتنا مولفين على هاد الشيء شويه حتى كنسمعوا الفاس تضرب مع شي حديده. كلشي قرب للحفره وبدا الفقيه كيبعد طراب من فوق داك الشيء حتى كيبان لينا بحال الفوق ديال شي صندوق من الحديد. الفقيه قال الدراري حفروا من جنابه باش يخرجوه، ولكن حتى واحد فيهم ما يحركهم بلاصتو. مشى هو شد الدري الصغير وكانوا يديه ورجليه مكتفين وسادين ليه فمه. الفقيه حط يده فوق راس الدري الصغير وبدا كيقرا شي حاجه. الدري حاسين بيه باغي يتفرقع بالبكا. غيسالاو دوك الدراري بالحفير. الفقيه قرب الحفره وهو شاد داك الدري الصغير وقف مقابل مع القبله. جبد واحد الجنويه كتبغي وخا الظلام كان هزا بيدو اليمنيه شانق على الدري بلي طليصريه. ما عرفش كيفاش قادر يدير هادشي كامل، واش قلبو ما فيه لا رحمه لا شفقه. حنا كنا بين الحياه والموت، ولكن هو علاش كيدير هادشي؟ كنشوف في وجوه الدراري كلشي مصدوم، ولكن الصم حسيت بعيني غادي يخرجوا من بلاصتهم بحال كيتفرج في احسن فيلم ديال الخلعه داز قدامه. بقوه ما باغي يتفرج مشى كيحبو وتقابل مع الفقيه وجلس. ما كانش قاد حتى ينوض بالضربه اللي كان خضها. شويه كنسمع الفقيه كيجهد في صوته كيقول له يا اسياد المكان يا ملوك الجان، اتيناكم مسالمين بالقربان محملين دماء هذا الصبي لكم. كيقولها وكيعاودها بواحد الصوت كيدير قشعريره ديال بصح تبوريشه. بعد شويه انا والدراري وبقى غير الفقيه والصم مقابل معاه ودوك الجوج اللي باغيين يهزوا الصندوق. شويه كنحسوا بالارض كتحرك تحت من رجلينا. بداو دوك جوج ديال الرجال كيجبدوا في الصندوق والفقيه كيعاود نفس الهضره. غير هو هز يديه وبغى يدوز على الدري بالجنويه، حتى كنشوف مروان هز واحد لاصيه ويخبط الفقيه لراس. الفقيه طلق الدري الصغير من يده وهو يدور عند مروان ويعاودوا مروان بالدقه الثانيه. في ديك اللحظه كلشي تغون وشفت واحد المنظر ما عمرني غنساه، بحال شي ريح مجهده طلعت من الحفره ولحت الصندوق. ودوك جوج اللي كانوا باغيين يجبدوه حتى هما تلاحوا. لحت عيني على الفقيه شفتو كيتركل في بلاصتو وكيغوت كيقول عتقوني. الصم كان قريب ليه وبغى يشوف مالو، غير حط يدو عليه حتى كيبان ليا تهز من الارض بحال طاير في السما ويتخبط. كلشي داز بالزربه وانا جمدت في بلاصتي. القضيه تكالمات بحال ما وقع والو، والفقيه مابقاش كيتحرك، كلشي خايف يقرب. شويه كيطلع لينا الجن اللي كنا اتفقنا نديرو ليه الطلب ديالو. كندور وجهي كنلقى خونا اللي لقانا بالفقيه كيجري وهربان، وهم يتبعوا دوك جوج اللي كانوا كيحفروا. اما الدراري اللي كانوا بعاد ومخبين غير شافوا داك الشيء وقع جاو كيجريو. الجن قال لنا دابا حققتوا لي الطلب ديالي وفي قل من 3 ايام هاد صندوق الكنز انا غادي نديه وانتم طلبوا اللي بغيتو. مشيت انا كنقلب مال الصم لقيته مغيب ولكن كيتنفس. شفت جيت لفقيه لقيته ما كيتحركش. قلبت لي الدقات ديال القلب لقيته مات. تصدمت وقلت مشينا فيها كاملين. قلتها للدراري وكلشي عرف بلي مشينا فيها ويمكن الحبس كيتسنانا. ولا عندنا جوج ديال الاختيارات اللي نقدروا نطلبوهم، يا نتفكوا من ديك ختنا يا نغبوا الاثار للفقيه. قرب مروان للفقيه ويدفعوا للحفره، قال لنا هذا غندفنوه هنا والجن غادي يهنينا من ختنا، ما غاديش نمشيو للحبس على ود هاد خونا اللي ما يستاهلش. اللهم ندفنوه هنايا، راه حتى شي واحد ما غيتيق بلي ماشي حنا اللي قتلناه. حسيت بصاحبي تبدل في مره ووجهه ما فيش الخوف كاع. الجن قال لنا واش متفقين؟ جاوبنا كنا اه. هو يغبر بلا ما يقول لنا حتى شي حاجه. من بعد فهمت بلي خدا معاه ديك البنت. ردينا التراب على الحفره اللي فيها الفقيه. شويه كيفيق الصم ولكن ما كانش قادر يدوي، فمو كامل عوج لجهه اليسار. شدتني البكيه في ديك اللحظه وعرفنا الدقه جات فيه من اللي قرب للفقيه. عاونوا الدراري باش ينوضوا وهزينا الدري الصغير اللي كان مكتف. وصلنا فين حطينا الطوموبيله وركبنا وغير وصلنا للمدينه. حيدنا الدري الصغير داكشي باش كان مربوط وباش كان مسدود ليه فمو وسولنا فين ساكن. قال لنا واحد الحومه وبقينا كنسولو حتى عرفناها. بلاصينا الطوموبيل بعيد وهبطناه باش يمشي لدارهم. ما كناش قادرين نديوه للبوليس، كنا خايفين نحصلو ولا شي لعيبه. من بعد كملنا طريقنا لكازا وكلشي مصدوم، ومره مره كنشوف في الصم وكنسولو واش بخير. ما بقاش باغي يهضر وبين فيه كاعي ديال بصح. وقفنا باش نرتاحو في الطريق وناكلو شي حاجه، واتفقنا كاملين بلي هادشي ما عمرو غادي يخرج من بيناتنا حنا بسه
واخا وقع اللي وقع، وحتى فاش كنعاود لكم هاد القصه فراه بدلت السميات كاملين باش ما نخرج على حتى شي واحد. من مور هاد العمليه هادي ولا هادشي اللي وقع، ديك ختنا مبقاتش بانت ليا كاع نهائيا، ولكن شي حاجه تبدلات في الدراري كاملين، وداكشي اللي شافوه في ديك المده ماشي ساهل. الصم اللي خرج واكل دقه في هادشي كامل. مامرو بغا وخا مشى لعند الاطباء وما خلى ما دار، ديما بقى الفم ديالو عوج، بدا كيدوي من بعد ولكن الهضره كتخرج شويه ناقصه. للاسف هادي هي الخساره اللي خسرنا من هادشي اللي درنا. نهايه قصتي، السلام عليكم. أصدقائي القصة سالت، نتمنى تكون تعجبكم وتكون في المستوى المطلوب. صوتي ناقص واحد شوية راه والله إلا بحيت من هاد الأيام، عطيت لاطاك للتسجيل وداكشي شوية طويل فالصوت مشى ليا، الكحبة هي كثرات. ما عليناش، القصة من كتابة المامون، هو اللي كتبها. تبارك الله عليك السيد المامون، هاد الأيام حنا خدامين معاك. يلا أصدقائي، نتمنى لكم حياة هنيئة، تهلاو في ريوسكم. أديوس، ما تنساوش ديك جيم بعدا، أميغوس يالله.